في يومهم العالمي أبى معاق الحرب في فهامة، إلا أن يثبت عكس ما أرادت لهم آلة الدمار والخراب التي سلبت منهم أعز ما يملكون من أطراف، ليثبتوا للجميع قدرتهم على أن يكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعهم. لا يأس من الحياة، وإنما يعتنى على أننا الإنسان لازم نشارك معهم بكل الفعاليات، وأيضا نطالبهم بأن الاهتمام لنا وإعطاء لنا حوافز ورواتب، لأن المعاق مستعد أن يشارك في أي فعاليات وفي أي إيش مهرجانات. شاركنا والحمد لله وحسينا بالراحة والدنيا ولا قصر في شيء، ونصحنا أننا طمأننا بأننا نشارك مع أخواننا وليس معاقين، وإنما زي الأخوة بأن تبادل محبة وسلام. حملوا في أيديهم طيور الحمام، فهم خير من سيحدث عن ويلات الحرب وآثارها، هم ذوي الإعاقة الذين يحلمون بالعيش في سلام بعيدا عن الحرب وويلاتها. أنا أشكر هذه الاحتفالية لهذه المناسبة هذه اليوم. بالنسبة لنا كمعاقين يعني سيدين اليوم هذا لا وصف لا له شحو، بس احنا نطالب السلطات المحلية والمجتمعات أن ينظرون لنا بشكل أن ينضمون إلى مجتمعهم، ينظرون لنا بنظرة يعني شفقة والرحمة ويكرهنا بالخير، ونتمنى منهم المزيد والمزيد، لا ينسحنا ويقدروا بحنا كما أنا معاك. أتمنى كل شيء ولا يجد من يساعدني ولا أي شيء. ذوي الإعاقة من أبناء الحديدة شاركوا في الماراثون الرياضي بأرواح مليئة بالنشاط، كاسرين كل حواجز اليأس. ونحن بدورنا كمنظمة هانديكاب نشارك في هذه الفعالية الأكثر من رائعة، التي تعتبر من الأشياء الضرورية جدا لذوي الإعاقات الحركية، بحكم أنها تشارك في دمجهم في الوسط المحيط، وأيضا لها جانب نفسي مهم جدا من خلال الجانب الترفيهي ورفع الجانب المعنوي لدى المعاقين. نطالب المسؤولين بزيادة عدد الأنشطة الخاصة بهذه الفئة وبفئة ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث سبل العيش، تقديم لهم خدمات سبل عيش مناسبة لهم، وأيضا فتح نوادي رياضية خاصة للمعاقين حركيا، لما لذلك من دور كبير في رفع الجانب الروحي والمعنوي وزيادة إنتاجهم في المجتمع وتحويلهم من فئة مستهلكة إلى فئة منتجة في المجتمع. يثبت المشاركون في الماراثون التنافسي الحماسي من ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بأنهم متغلبون على الخيبة التي تراود مشاعرهم من خلال تجاوزهم لكل معوقات الحياة، كما يرسمون بتحديهم هذا لوحة تعكس مأساة الحرب وانعكاسها على المدنيين وآثارها المدمرة على المجتمع، كما تفيد هذه الشريحة من المجتمع بأنها قادرة على البذل والعطاء إذا ما صحت مزاعم الساسة بوضع حلول للحرب المدمرة. من محافظة الحديدة، حسام بكري، اليمن اليوم.